السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم في معنا دوج شارجر، هذه الأولى وهذه طبعا الثانية. هذه الآن تم تغيير شاشة اللمس، ما شاء الله تبارك الله. هذه الشاشة اللمس الآن شغالة معنا ما شاء الله تبارك الله. هذا بعد التركيب كل شيء شغال معنا، من الملاحة كل شيء شغال ما شاء الله تبارك الله، يعطي خيرها ويكفي شرها ما شاء الله. من الملاحة شغالة معنا طبعا بدون تعليق، بدون ما تحرك اللمس شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. هذه دوج شارجر، هذه اللمس حقتها. الآن لو تبغوا تشوفوا السيارة الثانية، طبعا ما قد ركبنا لها اللمس، الآن بنطبق هذا الديكور، باقي للديكور بس. وهذه السيارة الثانية، بالله جيب لي المفتاح يا حبيبي. طبعا هذه ما قد غيرنا لها اللمس، بنشوف الغر الآن. طبعا هذه باقية ما ضبطناها، نشوف لو خشينا مثلا على النافيجيشن، نشوف في البحث، ندخل على ندخل مثلا نبحث على مكان. الآن لسه باردة ولا تلمس من نفسها؟ نحن في الآن نشوف فكر يا لمبة طبعا كذلك طبعا أول ما تسخن بتلمس من نفسها، بس هذه الآن لسه ما ضبطناها، نضبطها إن شاء الله. هذه الآن جاهزة، ها حبيبنا وش رأيك؟ كيف؟ والله وجهك ابيض وجه يا حبيبنا، تستاهل كل خير، تستاهل الطيب، الله يسعدك. معانا صراحه قبل التغيير، معانا قبل تغيير اللمس كل شويه يلمس من نفسه، الله يعطي خيرها ويكشر. ورى الشباب من كثر ما ندق فيها عشان تشتغل، الله يعين يا حبيبنا. ما عليك، احنا بنضيف المقطع حقتك وانت بتحاول فيها وهي بتلمس من نفسها، وربنا يبارك لك ان شاء الله. الرجال اشترك في القناه ومتابعه كل جديد، اخوكم ابو لؤي. 0572923702.